اخوان كيف ما كتشوفوا معايا هادو مشاوي كاملين ما كاينش فكر ولكن مولاهم الصراحه كيقول لك بانه مشاوي راه شي دار هو انت تقول لي 40 الف فرنك راه كنتي درتي معايا في الفيديو الاخير وشافوه شافوه العائله ديالي سبحان الله كلشي دار اشتراك بارك الله فيك خويا كنشكرهم يعني من هذا المنبر ومن القلب ديال سوق القريعه سبحان الله انا نقول لك اللي قالوا قال لك قناه زوينه سبحان الله داروا اشتراك وبقاو مشاركين عجبهم الفيديوهات اييه مع انهم لا علاقه لهم بالولاد سبحان الله العظيم وعجبهم هذاك المحتوى خلينا نقولوا بعقله بالنسبه للمتتبعين ديالك لا اللي غادي يجيو فهمتيني اللي غايجي غيعطيني السميه غيقول لي انا من طرف اخ عزيز غنجمعو وغندير واحد جوج شوايد وثلاث شوايد الدائريه وغندير مسابقه وندير واحد غياخذ لا اختك اخويا الادريسي مرحبا بك اخويا هذا هو المظلوم فيكم اخويا اللي غيعطي المتتبعين ديالو مرحبا الله يحفظك الله يحفظك شكرا اخويا اخوان كيف ما كتشوفوا معايا تبارك الله هادو كلهم ذكورة الله بارك واحد النقطة ما يكونش فينا الحسد ما يكونش فينا الحسد ما يكونش فينا الغيرة ماشي مشكلة تعاونوا مع الأخ حنا نمشيو بعيد حنا نتعاونوا سيدي مع الأخ القناة مال القناة ديالنا هادي تعاونوا معنا ندير اشتراك وندير لايك ونكتب تعليق وخا نقولها بارك الله فيك الحمدي سبحان الله العظيم اخوان كيف ما كتشوفوا معايا هادو مشاوي كاملين ما كاينش فكر ولكن مولاهم الصراحه كيقول لك بانه مشاوي راه شي دار هو انت تقول لي 40 الف فرنك راه كتدير فرنك 900 بالنسبه للثمن الاخوان كيقول 50 درهم يعني كيجيكم ديريكت شهاده كيقول لكم بيعون بانه مشاوي ب 50 درهم الاخوان عكس شي وحدين كيقول لك 100 درهم ولكن يعني السلعه مخلطه وراه تبارك الله عنده 15 يوم تبارك الله قرا ولا اش دار اخويا؟ قرا حفاضه اصاحبي قرا حفاضه اللهم بارك ما تسمع لي الاخرين لا تقل مغني عليا جاو شويه فيه شويه كروندا فهمتك يعني تحل عليا مغني في جغل الطاور كيدوي كيدوي جنب بعد اي هو هذا الله يحفظك اخويا بارك الله فيك قول لي اخويا امين شحال عنده تقريبا هذا؟ ولد العام كاين واحد الحسره الاخوان بين وسط الكلام راه ما بيناش ولكن الطير شبعان كلام الاخوان الثمن ديالو اخويا امين 1300 درهم ثمن قابل للمساومه اخويا امين قول لي مرحبا خويا امين النميره ديالك اخويا 0674 0674 45 35 50 ولد العام ياك ولد العام جمال ديالو القيمه كيخرج الفرق فيما حطيتيه في هذا مرحبا تحياتي خويا امين شكرا السلام عليكم وعليكم السلام اخ الادريسي الله يحفظك كيف الحال تحياتي لك اخويا فين كاين شي كونكور كاين شي كونكور عادي هذا هو الوقت ديالهم كاين نهار 4 حتى 6 نهار 4 لا حد اللي وراه ان شاء الله مرحبا بكم كامل مرحبا خويا مرحبا جميع المتابعين ديالك مرحبا بكم بارك الله فيك خويا القناه ديالك باش الناس باش الناس تعرفها الناس المشاركين يعني الجداد شوف معاك حتى توصل غتدخل غتولع مع راسك وغتخرج مع راسك الاخ الادريسي راه ما كاينش الاثمنه ديال الطيور الاخ الادريسي راه كيدير طرائف كيدير شي حويجات اللي هما زوينين كيبارطاجي يعني هاد القناه يعني ماشي بحال القنوات الاخرى
هاد القناه ديال الاخ الادريسي، الاخ الادريسي راه معروف يعني منخرط في الجمعيه، وان شاء الله غادي يدير الجمعيه ديالو. عنده الجمعيه ديالو كداك وين في دوله ديال من هذا؟ نشوفوا الاخوان الجمعيه البيضاويه لمحبي الطيور المحافظه على البيئه، الرئيس هو الادريسي محمد. تحياتي خويا، البوجور ديالك يا خويا. انا منخرط معاهم انا الشيخ، مرحبا. انا منخرط معاهم، راه اللي ما مشاركش يعني اللي ما عندوش البادج راه كيلصق عليه في دراعه. مرحبا اللي مطبوع ومرحبا بك عند الحق عزيز. عزيز راه ديما كيولعنا وديما كيعطينا داكشي اللي جديد وحصري ديما، وتفرجوا بهم فيها وخلوا لي التعاليق. تحياتي خويا الادريسي، الله يحفظك. كنشكروك اخويا. قالوا لي التعاليق وسولوا باي حاجه، عمرو عمرو بغيت ماشي هاد الفيديو يتفرج على التعاليق بغيت ينعس وفيق يلقى. وحتى انا في الدور ديالي كنطلب المشتركين اللي عندي يدخلوا عند الاخ الادريسي وتهلاو فيه. مرحبا بهم، تابوناو معاه. الله يحفظك. لا لا خطيك اخويا. مرحبا بهم. شوف هو واحد الحاجه اخرى غندير معاكم بالنسبه للمتتبعين ديالك، انا اللي غادي يجيو فهمتيني، اللي غايجي غيعطيني السميه غيقول لي انا من طرف الاخ عزيز، غنجمعهم وغندير واحد جوج شواهد وجوج شواهد الدريه وغندير مسابقه واللي يربح غياخذ. لا لا خطيك اخويا الادريسي. مرحبا بك اخويا، هذا هو المظلوم فيكم اخويا. غادي يعطي المتتبعين ديالهم. مرحبا، الله يحفظك، الله يحفظك، شكرا اخويا. غادي معايا بالنيه والله تخسر فيهم 1500 درهم. هذه واش قال انا سعود خرج 1500 درهم ها 1500 درهم هذا زيد. فين هو هذا المولوع في السوق هنا؟ هذا شنو هو هذا؟ طويره هاد الحوليه باينه هو فهمتي، مبين مصفي كاع مصفي اخويا. عيد ديك الفريال بعدا اخويا. شوف رشيد ما نهضروش عليه فهمتي، ما كاينش اللي يجي هذاك غادير 200 درهم كيبيعو. اخ رشيد السلام عليكم، كيداير اخويا بخير؟ هذه سلعه جديده اخويا رشيد. بالنسبه لهذا السيد هذا اللي جا عندك دابا عطيتيه يطير، ولكن علاش كيقلب؟ كيقلب علاش ما فهمتش؟ كيقلب على نتوما. عليكم السلام ورحمه الله. هنا منطقه خويا، خويا المرضي بخير. هاني هادو جنوب سوريا. المهم خلاصة القهوة المغرب العربي. علاش ما نوروش المرك؟ الاخ رشيد شي واحد يقد تعلم على قدام واخا تكون طماع. مشى هذيك الصيده ديال الكري ديال سير تصيد ومخرجي لك بريدي التاتا واش يجيب لك الباش يجيب لك الزبده. دابا ولات الصيده ديال الحبس مع طريه ما يوقفوهم على صيفط الصيفط ديال انا جيت الله القاصر صيفط والله يحفظك. قول لي اخويا رشيد. نعم كنسمع لك. بالنسبه اخويا لهاد الطويره شحال دايرين؟ دايرين 180 درهم. دابا كنسمع 100 درهم اخويا. كاين عندنا نتوه شي السوق اليوم كامل والله ما فيه الذكر بالله لا فيها النتوه. يعني كتجزم اخويا رشيد بانه كاين هنا النتوه؟ لا كاين لا يلاه يلاه دابا شي نص ساعه واحد السيد. دابا ملي كنسمعوا 100 درهم وكنسمعوا 120 130 لا والله حتى النتوه. هادشي اللي كاين اخويا رشيد. حتى 150 درهم والله حتى دير النتوه المخيره. شحال ضاربين اخويا رشيد؟ ضاربين 10 ايام. 10 ايام. كيف ما كتشوفوا الاخوان طويره يعني قدام، واللي بغى شي حاجه يتواصل مع الاخ رشيد. راه المصداقيه والشفافيه راه ما كاين لا هذه لا هذه، ويعطيك الكارونتي. الكارونتي اخويا رشيد كارونتي غندين تكون معاه. مرحبا. لا عرفتي علاش قلت لك كارونتي؟ يعني كتعطيك بيعو مقال. بيعو مقال يمشي ويقلب مع راساته يقلب يحفظ. هذا لا خرج بالكارونتي وبالخطيه كاع كيف ما كتسمعوا الاخوان. المهم خلي النميره ديالك اخويا رشيد. وبقينا كنصفيو مع بلادي حتى نوحلو معاه هو على عاطينو كذا وكا كنمشي. خويا رشيد اش كتصفي؟ يعني كتقول لبنادم اش كاين؟ صافي ما كاين صافي هادشي اللي كاين صافي سالينا. النميره ديالك اخويا رشيد 0619 04 62 34. وتحياتي اخويا الله يسخر ليك. I'm going to go to the hospital.
حسن السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته. كيداير اخويا مزيان؟ لا هاني. اش دار هذا اخويا حسن؟ راه عنده عامين. راه عنده عامين. الثمن ديالو؟ اخوان كيف ما كتشوفوا معايا تبارك الله هادو كلهم ذكوره اللهم بارك كيقول 180 درهم الاخوان بصراحه هادو هما اللي بانوا لي ذكوره كاينين في السوق تقريبا اكثر واللي بغى شي حاجه الاخوان مرحبا والف مرحبا ما عندكش النميره اخويا لا بغى شي حاجه السوق القرعه الاخوان كلهم ذكوره هادو هادو راه معزولين الاخوان الاخر جيبو معزلهم من الدار يعني كيضربو في الزوان السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخ الكريم كيدير بخير؟ الحمد لله. كيدير مع الولاعة؟ الحمد لله. بصراحة الإخوان كاملين المشتركين كيشكروك وقالوا لي ما كرهناش شي فيديو آخر مع الأخ جعفر ومرحبا وألف مرحبا نخليو لك الموضوع من الاختيار ديالك أخويا. بارك الله فيك وبارك الله يبارك وجزاهم الله خير الحمد لله انهم الله يكونوا عند حسن الظن. مرحبا والف مرحبا خويا جعفر. قبل ما نتكلم سبحان الله القناه عجيبه سبحان الله. بارك الله فيك خويا. مرحبا خويا جعفر. الله يكبر بك. كنتي درتي معايا في الفيديو الاخير وشافوه شافوه العائله ديالي. سبحان الله كلشي دار اشتراك. بارك الله فيك خويا كنشكرهم يعني من هذا المنبر ومن القلب ديال سوق القريعه. سبحان الله انا نقول لك اللي قالوا قال لك قناه زوينه سبحان الله داروا اشتراك وبقاو مشاركين عجبهم الفيديوهات. اييه مع انهم لا علاقه لهم بالولاء. سبحان الله العظيم. وعجبهم هذاك المحتوى محتوى خلينا نقولوا بعقله. بارك الله فيك خويا جعفر. النظام والاداب ما كتسمعش كلام فاحش نبي الحياء والشيء. صراحه انا كننصح المشاهدين هذه يتشاركوا حتى الاخوان ديالهم لان صراحه كتبين الطيور كتبين لك شيء زوين. وحنا بالدور ديالنا خويا جعفر كنقربوا يعني الناس من الولاعه وكنحبوهم في هذه الولاعه اللي هي واحد النقطه ما يكونش فينا الحسد ما يكونش فينا الحسد ما يكونش فينا الغيره. ماشي مشكل نتعاون مع الاخ احنا نمشيو بعيد لا نتعاونوا سيدي مع الاخ القناه مال القناه ديالنا هذه نتعاونوا معها ندير اشتراك وندير لايك ونكتب تعليق وخل نقولها بارك الله فيك خويا الحمد لله سبحان الله العظيم نذكر الله معقوله ندير انا السلام عليكم والاخ عزيز يرد عليا وعليكم السلام ندير لي تعليق ندير لي لايك ندير جرس ما كاين حتى شي مشكل الناس كيتعاونوا مع قنوات لا علاقه ماشي بمجال اخر يعني يقدر الانسان كيدير الاثم كيتعاون مع القناه كيحتب ودي قناه الحمد لله يتعاون مع الانسان ماشي مشكل نقويو ليه المشتركين نخليو نوصلو حتى ل 100000 علاش الاخ عزيز ما بقاش عنده 100000 بارك الله فيك خويا 10000 وخدام من نيته وكيخلي الخدمه وخلي وليداتو يجي مسكين سبت الحد ويجي ويصور وترونسبور شكرا شكرا خليه تيطلع لي الدم ويحبس القناه لا لا يخطيك اخويا 10000 مشترك انا شفت انا 10 مشترك بان لي ضعيفه بزاف وكنتمنى من الاخوان يدخلوا يشاركوا وشوف واحد القضيه حنا كنشكروا جميع الاخوان اللي تيدخلوا وتيخلوا لك واحد التعليق زوين وكيحفزوك وكيقربوك يعني وكيخلوك دائما تقلب لهم على الجديد يعني كنشكرهم جميعا سواء اللي في ارض الوطن او اللي في ارض المنطقه. ندخلوا للموضوع ديالنا ماشي مشكل ندخلوا هنا حتى هو مسلم ودرويش وطيب تعاونوا معاه نديروا ليه اشتراك بارك الله فيك خويا. اللي كيدخل يتفرج ما يديرش اشتراك علاش؟ جزاك الله الف خير ما خسرتي والو تترجى الله نهار دير شي مشروع ولا شي حاجه الله سبحانه وتعالى ييسر لك الله يحفظك فهمتي راه هي راه الله عز وجل شي حاجه ما كتضيع عنده الله عدل عدل الله عز وجل ما كيظلم حتى شي واحد بصح نرجعوا للموضوع ديالنا اللي هو الولاعه وكيفاش داير مع الولاعه خويا الحمد لله
الفريخات كنوض الصباح كنتهلا فيهم كنعطيهم المسائل ديالهم دائما. او كنوض اول حاجه كنبغي ندير هي كندور على الفراش. اول حاجه كنوض كنمشي للفراش مباشره حيت يقدر شي شرابه خاويه في الليل ترسات تشقات وخرج من الماء تناعس وشقوا المنزل الصباح نايض الفرح عشان انا خويا شي ولا دور اللي حتى لا ما عندي حوش لا عندي البول غير خويا الله يحفظك خويا بارك الله فيك. تقدر الشرابه طاحت ونشوف هذيك الساعه مش نقضي شغلي بعد ما انا كنمشي نتوضا كنصلي الله يتقبل كاين اللي كيمشي يبغي يمشي للخدمه تاعو. الماكله راك تكون عارفه الماكله الماء اللي مهم حيت ما اي لحظه تقدر تطرا لك المشكل. الماكله راه ماشي مشكل الماكله كتعمرها من 3 ايام 4 ايام 5 ايام وسيرتو القرع دابا القرع يعني خصك تحاول قد ما امكن حيت كيضرقوا اكثر هي كيغطيهم كيدير لهم داك الكاش ديالهم على حسب الحفاضه وكذا وهادي يعني خصك ضروري تقلبهم يعني من الماء من الماكله كما قلت لي الماء هو اهم حاجه. الماء كما قلت لك الماكله راه يصبر لك النهار كامل كاع الماء راه تقدر ساعه ساعتين يموت لك سبحان الله العظيم خصوصا اللي منصوب وسيرتو مقنين الحداد راه نص نهار يموت مولف الماء الحداد نص نهار يموت كيبغي السيكالين ناشف يعني كيحتاج الماء كثر كيكونسومي الوطوات تا هو يقدر يموت دار السيكالين الفراخ دار بين الزوان غيصبروا اييه ولكن يقدر شي واحد يعطش فعلا ويكرم لي داك الشيء. ووصية أخرى للمواليع تا مولع كاين اللي مولع وعاجبه الولاعة كيبقى يقوي في الفراخ حتى كطلع لي حتى كيتقهر كتولي غالباه 20 قفز باغي يوكل باغي يشرب باغي يدير خصو ينقي خصو يشمس كطلع لي كيولي محيد كل شيء فعلا. قالوا الناس ديال بكري لا غلبوك بالكثره غلبهم في التهلو ما تكثرش كنتي غدير 20 قفز دير حتى سبعه وتهلا فيهم فعلا كاينه على حسب الاستطاعه ديك باش الولاعه حتى هي ما تطلعش في الراس وغتولي محيد كل شيء وتولي عاوتاني تقلب على فراخ اخرين من بعد حتى مولوع والمولوع ديما كيبقى مولوع غتجي هذيك الهزه ديال الولاعه غتجي القريه غتبدا تشري ويموتوا لك وزون والمشاكل عندك فريخات ديالك ما تقويش ما تطلعش في الراس فعلا حيت كل ما قللتي كل ما غلبتيهم غلبتيهم في النطواياج غلبتيهم في الشميش غلبتيهم في الماكله غلبتيهم في غسيل الشراب غسيل الشرابات يقنطوا ما تقويش كيقويش كل اللي كيقوي اللي عنده مسرح كيجيب ويطلق في المسرح فعلا ما عندوش مشكل هذاك هذاك الشيء محدود في الماكله وشرابه كبيره وكاله كبيره. اما الطير كيكون كل قفيز بوحده يعني يعني خصو يقلبهم يوميا صحيح. وفي كل ساعه يعني نصيحه فعلا تجربه عندي ما تقويش الفراش ما تقويش عليك قوي الحوت باش تبقى مولوع وبحلاوتها وسيرتو لك تي خدام باش ما تبسلش يعني اذا كان عندك يعني واحد خدام راه خمسه فوزي محلو فعلا يعني من ناحيه النيطواياج من ناحيه التقلاب من ناحيه يعني تشوف الطير واش يعني بصحه جيده واش الطير تبدل عليه يعني حتى الجو بزاف ديال الحويجات يعني ممكن انه يتصاب بهم الطائر يعني كيف ما قلتي خاص ضروري تقلاب يوميا وتخصص لهم واحد القيشه ديالهم المراقبه يعني الكونترول يوميا اي مولوع اي حيوان اللي عنده مثلا الحمام ولا عنده الدجاج ولا عنده الكثره ضروري كونترول عينه ضروري على الاقل واحد ربع ساعه في النار يطلق عينه وجعلنا من الماء كل شيء حي. مرحبا الاخ شعيب. يقدر يبان لي واحد مقوبل يقدر مثلا عنده مثلا احنا بالنسبه للقناه المقنين بان لي واحد المقنين مقوبل كتقلبوا مالو عنده الماكله عنده الماء كتبان لك البصقه ماشي هي ديك مريض كتعتق في البلاصه كتحيدو تبعدو دير شي كراج تخرجوا واحد هما في البيت تخرجوا السطح تبعدو البيت اخر كتحيد الفيروس انت عتقتي الفراخ اخرين قبل ما يشموا المرض. كاينه واحد القضيه خويا واحد المساله اللي كتوقع موسميه كيف ما كنسمع انا شي واحد كيقول لك بان الطويرات ديالي كاملين ماتوا
يعني كتسمع مشات ليا 5000 درهم ديال الطيور، 6000 درهم، 7000 درهم، حنا داوين عليها وكنس... ما عندوش المراقبه. وانا اللي سمعت هاد المرضي سميتها الانيمي، الانيمي هاد هاد المرضي كتبقى يعني داك لو زون اللي كانوا فيه الطيور، يعني قد ما يعني فين ما دخلتي شي طير كيمشي، يعني الطير كما قلتي كيشم داك ديك المرضي وما كيبقاش ما كيطولش، كيقدر مثلا يكون بصحه جيده اليوم الغد ليه كيبان لك يعني هز رجليه. هو شوف حنا داوينا على المرض باقي ما كاينش، كتعتق كتحيد داك المريض، اما تداويه ما تداواش دير ليه حل، اعتقتي دوك عندك خمس ساعات اعتقتي اربعه فعلا ما كتراقبش تقاس الثاني وتقاس الثالث حتى ولا عندك المرض. لا ولا عندك المرض في بيت راه ولات خدمه اخرى خاصك تعقم البيت. وكيفاش الطريقه باش التعقيم ان شاء الله فيديو اخر ندوه ان شاء الله على المرحبا. على الحلول كيفاش نعقم وكيفاش ندوه، خاصك كل شيء خاصك تعقم، لان انت كاين اللي دابا مثلا مسرح انت قلتي مات لي 5000 ها هو المرض عنده. وعليكم السلام ورحمه الله. ما عرفتش اخويا كاين اخويا واحد السيد كيقول فيهم 180 درهم ها هما شيهم ها مام هذوك راه الكورة اخويا 100%. تا عندك المرض كطريه واحد السيمانه كتجيب عاوتاني الفراش ما عقمتي ما نق... كتقول انا نقيت وقاديت كاين اللي ما كينقيش المرض مات المرض راه كاين المرض ما كيموتش كيبقى معشش ياك اخويا كاين عندك الفيروس الداخل خاصك تعقم وتقيد الامور ان شاء الله فيديو اخر ان شاء الله مرحبا لكن الاخ جعفر بغيت نسولك الطريقه ديال التلقين ديالك ديال القران كيفاش كدير لهم حيت كل واحد والطريقه ديالو كيفاش كتعامل معاهم في الاول كيفاش كتنتقيهم يعني كيفاش كتختارهم كيفاش كتعامل معاهم حتى كتدخلهم الحفاظة. خليها المره اخرى غادي ندوي على التعقيم نخليو هذا هو الموضوع هذا هو الموضوع ديالنا ان شاء الله ديال الاسبوع المقبل ان شاء الله نخليو الناس التسويق شنو واحد مسكين قدر ما يشوفش الفيديو مره اخرى ولا قدر اييه نديرو ليه حلقه خاصه هانتوما الاخوان سهله صعبوا عليكم نعطيهم مجمر نعطيهم غير الفكره مرحبا اييه شعر في خرات خذ درهم درهم خلطه ديال الشيح ديال الشيح معلم الزعتر كاين الشيح الزعتر والخزامه وخذ واحد درهم اخرى فيها ورقه كاليبتوس ورقه سيدنا موسى خلط شعل مجمر ودخل المسرح ولوح هذه هي الطريقه ديال التعقيم لوح حرك وحرك غتحرك غتبخر غتبخر راه اي بكتيريا غتشم الشيع وتشم الزعتر الشيع راه غتموت في بيت غادي تعقم بيت حتى تما للدار ياك اخويا حتى الوليدات تعقم الدار يعني البيت ديالك سد الشراجم حتى الدخان يولي خانق وحل ونفس خلي القنات يشموا فعلا هذاك القنات يشموا ورا الماريو يشم العشوم يعني هذه طريقه فعاله يعني كتقتل جميع يعني الطفيليات سهله يعني جميع الامراض المتعلقه بالطيور بغيتي تزيد تاكد غتغسل بجافي تجيب اتشي وغسل كي اللي عنده الحساسيه مع جافي يدير الخل الخل تا هو راه لاصيد الخل ديال الطياب ايوه ماشي الطبيعي خلي ديال القرعه ديال الملحانوت تا هو راه معقد كاين اللي حيت كاين اللي كيحرقوا جافيل كاين اللي كيشم جافيل مع اي فعلا هذو الحساسيه ديال الخل خل الخل ولا جافيل دير حاجه واحده ما يخلطوش يدير سطيل ويدير يخلط ويدير تيت ويدير الكشكوشه ويدير الشيته ويغسل الاخ الكريم ما قل ودل نخليو الاخوان يعني الاسبوع المقبل ان شاء الله موعدونا ان شاء الله مع الاخ جعفر موضوع جديد اللي هو كيفاش تتعامل مع القران. اخ جعفر كنشكرك وجزاك الله الف خير وتحياتي. الله يحفظك. بارك الله فيك خويا جعفر. الله يخطيك علينا.